السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويلكم بكم في محمد شريف الاسلام سوره نوح 528 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا بسم الله الرحمن الرحيم، <سؤال> قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً، قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً، قال رب إني دعوت قومي ليلاً نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، واستغشوا ثيابهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصروا واستكبروا استكبارا ، وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا واستكبروا استكبارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني دعوتهم جهارا بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن دعوتهم جهارا